فوق فرمدة وهي الدواء ويسبق برجدية عرب الحمود بهلولة وكلا متوى. السلام عليكم ورحمة الله الأصدقاء الفاميلا، كديرين لبس عليكم، مرحبا بكم عندنا في راس العين. ما غادي نحضروا المهرجان راس العين الشاوية مزاب، غارح الطراب يجي مزاب ونشوفوا المهرجان العودة تبارك الله. كتشوفوا فيهم إن شاء الله ديال التوريدة مكينة بلبلبلق مكينة بوبوبوبوبوب انتوما تبارك الله. الله يعاون. كما كتشوفوا هذه هي بلاصة المحرك ديال العودان، اللي غنطلعوا دابا نشوفوها، لأن بالي باقي ما غيبداش موسم ديال التبوريدة، باقي ما بداش التبوريدة دابا، هما كيسميو بالمنطقة باللعب. هنا بلاصة المحرك، هنا هادو الشباب كيترينيو. تبارك الله. هذا عارف راسو كيتصور يمكن. بوب ترى العجاج يطير. الصربات كل الصربه ودايرين دايرين الحطه ديالهم كما كتشوفوا. تنظم جمعيه الدوحه للكاراتيه والكمال الجسماني عروض فنيه في هذه المناسبه
وذلك بشراكه كما كتشوفوا دي العده هذو المكاحل وهذو السروجه كتشوفوا والحمد لله على نعم الله الحمد لله أما دوك كيعرفوا بعضياتهم كيتسالموا وغطنوط الحركة وكذلك لرجال الدرك الملكي. شكرا للأبطال وهذه الحركة الدفاع النفسية من تقديم بعض أبطال عالميين معروفين على الصعيد الدولي. والآن مع العرض الثالث بالكاتا أيان شوطان محمد عبد الغفور معروف حمودة حسين وانتم ديروا لنا العلوة وديروا العلوة الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ويقول رسول الله الكريم في حديث آخر: علموا أبناءكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. صدق رسول الله الكريم. إذن في إطار فعاليات مهرجان رأس العين الشاوية في دورته 11 تنظم جماعة رأس العين الشاوية بشراكة مع الجمعيات المحلية مهرجانها في دورته 11 تحت شعار التشغيل الذاتي للشباب رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من 27 مارس 2019. عبد الصمد الزهراوي وعلفت قوارشة على الولاد شاخ قدم سفيان البيجي وعلفت علاوة ونجمان شاخ حسن عزة شرط الله من قدم يوسف الرحوم شوفوا احنا دابا استمتعنا بالمهرجان ابا سمعوا التفرقيع ديال البارود الحمد لله دابا سالينا المهرجان والحمد لله استمتعنا فيه وخدنا الراحه ديالنا وتفرجنا في التبوريدة والعود والاجواء هنا في راس العين مزاب ونجيو نمشيو دابا باش نشدوا التران ان شاء الله ديال الساعه ونص دابا راه تقريبا الساعه وقسمين ونتلاقاو ان شاء الله في فرصه اخرى ان شاء الله والله يعاون ريفيديتش ودابا كنتسناو في التران اللي غادي يجي ان شاء الله هو التران جاي بالسلامه كما كتشوفوا يا الله طريق السلامة وصلوا إن شاء الله بخير